يقولون في بلاد العرب: من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. أما وأن تروج لنفسك كراع للأمن والسلام بعلاقات مشبوهة مع الجميع، وأنت من شيمة أهله الغدر بالعم والأخ وحتى الأب سعيا وراء السلطة، إذن فأنت ممن ينطبق عليهم ذلك المثل. قطر سجل حافل بالصراعات، المؤامرات، الاغتيالات والتحالفات الغامضة. أصبح معه الطريق نحو عرش الإمارة هو التنازل بالحسنى أو الانقلاب. إنه دستور آل خليفة. لا طالما كانت التناقضات التي شكلت جوهر سياسة قطر الخارجية نموذجا للتخبط منقطع النظير، فكيف لدولة أن تجمعها علاقات قوية بكل هذه الدول والجهات المتصارعة في آن واحد وتعادي أشقائها؟ لغز حير الجميع، ولكن بالعودة إلى التاريخ دائما تتضح الإجابة. يعتلي شجرة العائلة الحاكمة للإمارة محمد بن ثاني التميمي، ومن خلفه نجله قاسم مؤسس الدولة، ثم ولده عبد الله الذي كان له 3 أبناء هم حسن وحمد وعلي. وبين نسل الأخيرين بدأ مسلسل الانقلابات في أسرة آل ثاني. كان أبطاله خليفة بن حمد وآله. تعود أحداث القصة إلى العام 1971 عندما نالت قطر استقلالها عن بريطانيا. آنذاك كان حكم الإمارة قد آل لأحمد بن علي آل ثاني بعدما آثره والده بالحكم على ابن أخيه خليفة بن حمد، والذي اكتفى بتعيينه وليا للعهد ونائبا للحاكم، وهو ما لم يقنع به طويلا. 22 من فبراير لعام 1972 كان شاهدا على بداية عهد الانقلابات في الدولة الصغيرة التي كانت تسير بخطوات واسعة نحو التطور وتتسم بشبه الاستقرار السياسي والاقتصادي، لا سيما بعد اكتشاف حقول البترول. فخليفة الذي لا طالما ارتأى نفسه الوريث الشرعي للحكم استغل وجود ابن عمه في رحلة صيد بإيران لينقلب عليه، ولم يكتفي بذلك بل قرر إبعاده هو وأسرته خارج البلاد، وراح يوطد حكمه بتسليم مفاصل الدولة لأبنائه دون أن يعلم أن الضربة ستأتيه من أكبرهم. التاريخ يعيد نفسه ويغادر خليفة في رحلة استجمام إلى سويسرا بعد حفل وداع أجري له بمطار الدوحة لم يتوقع أن يكون الأخير. صبيحة 27 من يونيو لعام 1995 قطع التلفزيون الرسمي إرساله لإعلان بيان انقلاب حمد على أبيه. وأتسلم مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالدي. حينها أدرك الأمير الوالد الذي سمع بنبأ تنحيته عن العرش من إحدى الإذاعات أن نجله وشريكه في الحكم قد أتقن حرفة أسرته، وإن كان انقلابه هذه المرة سلمياً. فعشر سنوات قبل الواقعة شهدت مقتل سحيم بن حمد آل ثاني أول وزير للخارجية القطرية مسموماً على يد ابن أخيه حمد بن خليفة، بعدما أدرك أن طريقه نحو العرش يبدأ بالتخلص من شقيق والده ورفيق دربه الذي استطاع بشخصيته القيادية وحنكته السياسية أن يسهم في نهضة بلاده وأن يفرض حبه على قلوب الشعب القطري. غير أن انقلاب الابن على أبيه كان نقطة تحول في تاريخ الإمارة التي شهدت ولأول مرة قيام معارضين بالتعبير عن غضبهم مما اعتبروه خيانة للوطن والأمير، الأمر الذي قابله حمد بحملة قمع غير مسبوقة أسفرت عن اعتقال 36 شخصا من المقربين لوالده والزج بهم في سجن بوهامور. محاولات عديدة بذلها خليفة لاسترداد عرشه
كان أشهرها تلك التي تزعمها أحد أبناء عمومته في العام 1996، وشارك بها اثنين من أبناء حمد نفسه، هما فهد ومشعل، انتصاراً لجدهما وانتقاماً من زوجة أبيهما موزة بنت ناصر المسند التي كان نفوذها في ازدياد آنذاك، ولكنها باءت بالفشل. وجاء رد حمد بأن عزل نجليه من مناصبهما العسكرية ووضعهما قيد الإقامة الجبرية. أما والده فقد أجبر على العيش خارجاً في منفن اختياري قبل أن يعود إلى الدوحة في العام 2004 مشيعاً لجثمان إحدى زوجاته ليبقى تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته. في تلك الأثناء جرى تعيين قاسم الابن الأكبر لموزة ولياً للعهد قبل أن يشهد العام 2003 تنازله لأسباب غير معلومة لشقيقه تميم، والذي ما لبث أن وضع يده على مفاتيح السلطة مع تعيين مقربين منه بالحكومة، وتبلورت سلطته أكثر مع إمساكه بملفي الدفاع والتسليح ونيابة قيادة القوات المسلحة. وفي يونيو من العام 2013 جاء الدور على تميم ليستلم عرش الإمارة من أبيه، ولكن بطريقة أكثر نعومة. فحمد تلقف الأخبار المشاعة عن قرب الانقلاب عليه، لا سيما بعد تسبب سياساته في إفساد علاقات بلاده بجيرانها في الخليج العربي، ليستسلم للضغوط ويبادر إلى تسليم الحكم لولده الذي أثبتت الأيام أنه صورة من أبيه هي في الحقيقة أشد قبحاً. الأمل الذي صاحب مجيء الأمير الجديد في استقرار يعم الجميع ما لبث أن تبدد، وكيف لا وبيت العائلة نفسه قد شابه التخبط، فهل ننتظر من فاقد الشيء أن يعطيه؟